كافيين معكم عالم الصباح، وبذكركم طبعا كل الفقرات وكل يلي بتقدروا المعلومات اللي عبالكم ترجعوا تشوفوها ما قدرتوا تلحقوها بعالم الصباح فيكم على www.futuretvnetwork.com. طبعا بتفوتوا على عالم الصباح وبتشوفوا الفقرات اللي بدكم اياها. راح نكون هلا مع دومينيك بتي في شوبينج. بونجور. بونجور، كيفنا اليوم؟ منيح وانت؟ تمام الحمد لله. حتى لو خلصوا الاعياد، حتى لا ما هلا جاي الفالنتاين، في عندك الفالنتاين ايه مشان هيك، وعندك اعياد ميلاد على كمان طول. دايما موجوده. انا جاي كمان اللي بحب كمان يسمع عيد قريبكم، تعودي نايكون شوفوا شو بدكم تعملوا، ركزوا منيح. ركزوا منيح، وبدنا ورقه وقلم اليوم لنأيد الريفرنسز تبع كل اسواره للي بحب، مثلا يلي بده شغله يأيدها تما يضيعوا وقت وين دي ار اوردرينج. مظبوط. هلا في شغله نحن مش معودين بلبنان بعد على الجولري شوبينج على التلي، بس هيدا كونسبت بامريكا كثير كثير ماشي وفي تشانز خصوصي له، مشان هيك نحن حبينا تو انتروديوس هيدي الفكره، فكره جديده بلبنان وبس عبر عالم الصباح. جايبه انا كولكشن اوف بريسلتس عارضينهم قبل وبنرجع بنعرضهم لانهم فيري، يعني مش انه بدك تروحي عند الجوهرجي خصوصي وتقيسي وهيك، كثير هينين وكثير سمبل وقياساتهم بتتعدل، يعني بتتعدل ايه فيك ترخيون وتوسعيون. مضبوط مضبوط، كله ما في مشكل فيه. هلا انا رح بلش بهدول الاساور يلي شايفينهم هون، هو الاسم سيركل اوف هوب لانه باول السنه هيك عملناهم مثل جود لك تشارم بريسلت. وباي ذا واي قبل ما بلش، هدول كلهم شغل امريكا كاستم ميد وهاند ميد، فاذا حسب على الطلب اوقات، على الطلب اوقات مضبوط، وكمان هاند ميد مشغولين بالايد. مضبوط. وبعدين في شغله انه كلهم 18 كارت جولد، يعني الذهب البيور الثقيل. اوكي، هلا هول الاربع الوان اللي شايفينهم هون مثل ما قلت اسمهم سيركل اوف هوب، بيجوا البريسلت تبعهم يعني من حبل وملبقينهم كل وحده على اللون تبع الحبوب تبعهم. مثلا هاي اول وحده فوق البريسلت تبعها سوداء وهي حبوبها حمر. حمر حلوين، هيدي كثير حلوه لحتى هيك لتبين. هيدي الريفرنس نمبر تبعها هي E1 يعني E1 وحقها 125 دولار. اوكي، يلي تحتها هي لونها موف، البراسليت تبع الحبل موف والحبوب تبعها كمان موف، كثير ناعمه وحلوه. وهول كلهم بالصيف كمان مع البرونزاج بيعطوا افيه كثير قوي، ببينوا الالوان اقوى وخاصه اذا حاطين لونين اثنين مع بعضهم. ثالث وحدة سوري ثاني وحدة الريفرنس تبعها E2، وهول كل وحدة بوحدتها أكيد حقهم مثل بعضهم 125 دولار. ثالث وحدة الحبل من لون الجلد يعني ناتشرال مع حبوب زرق، كتير حلوة هاي، والأزرق تبعهم أزرق فاتح مش كحلة سو ببينوا منيح. هيدي E3 E3. وآخر وحدة تحت يلي هي حبلة أورانج وحبوبة الأصفر مش الذهبي، الأصفر القوي، وهيدي الرفرنس تبعها E4. أوكي، فإذا هولي بينحطوا هولي كاجوال أكتر من غيرون، ولأنهم ملونين بيعطوا إفي كتير حلو خاصة إذا ملبقينهم مع التياب بيلبقوا معهم. هلأ رح ننتقل على السرية اللي البراسليت تبعهم هو ذهب، يعني تشين ذهب. منبلش بأول وحدة فوق يلي هي شكلها مثل عين أوفال، من برا حبوبة كحلة ومن جوا زيركونيوم بس شوي على أبيض، بيرجع في عنا بقلبها بالنص كحلة. هيدي رفرنس A1 وحقها 330 دولار، فإذا A1 330 دولار. بيرجع تحتها مثلها زيت الالوان بس على شكل ورده، من برا حبوب كحليه وبالنص زركونيوم بس الفون تبعها اصفر اكثر، يعني عاتي على ذهبي اكثر من يلي فوقها، مشان هيك اذا منحب ينلبسوا سوا بيعطوا وحده على ابيض وحده على اصفر بيطلعوا كثير حلوين.
والرفرنس تبعها هي A2 وحقها كمان 330 دولار وهول كلهم 18 كارت جولد. يلي تحتهم هن مثل ورده صغيره فينا ناخذها مثل بشكل ورده او بعين مبرومه، حجاره روبي من برا، زركونيوم من جوا مع نقطه بالنص. اذا فينا نعمل زوم شوي اكثر لتبين لانها صغيره، اوكي. وهيدي الريفرنس تبعها هو B1 وحقها 205 دولار. B1 205 دولار. يلي تحتها هي مثلها بس على لون تركواز. تركواز على امرود، يعني مش التركواز التركواز، يعني بلو جرين، كثير حلو لونها كمان. نفس الشيء مثل يلي فوقها احمر بس على غير لون، والرفرنس تبعها هو B2 وكمان حقها 205 دولار، فإذا B1 الحمراء، B2 التركواز يلي تحتها. بننتقل على هيدي يلي البراسليت تبعها هو من كورد، يعني من قماش ولونه ناتشرال سكن كولر. البرة تبعها هو حبوب كحلية والفون تبعها كله زركونيوم على ذهب أصفر مع نقطة كحلية بالنص. وهيدي الريفرنس تبعها بس دقيقة يا حية، B3 كمان حقها 205 دولار. B3 هلا تحتها بيجي بشكل عين اوفال، بس هيدا الازرق تبعها بيختلف عن الازرق يلي فوقها، يلي فوق اغمق اكثر، يلي تحت عاطي على مثل ازرق ضارب على موف، كثير حلو لونها. والتشين تبعها دوري. وهيدي الريفرنس هي C2 وحقها 250 دولار. لا سوري، هيدي اللي تحت المبرومه C2 يلي قلت عنها بشكل الدمعه هي C1 و205 دولار. C1 250 دولار، سوري 250 دولار. ويلي تحتها يلي هي مبرومه مثلها نفس الشيء نفس الازرق بس على شكل مبروم، C2 250 دولار، فاذا C1 وC2 250. واخر وحده تحت يلي هي كثير حلوه بشكل كف، البريسلت تبعها هو من حبل وكلها زركونيوم مع كاريه جوا كحله. وهيدي الريفرنس تبعها هو C4 وحقها 250 دولار. C4 250 دولار. لا ما بتنفجر ابدا هاي. لكن رولا هول الاثنين مثلا حلوه، هيدي الكف اخر شيء تحطيها مع وحده التشين تبعها دوري بيطلعوا كثير حلوين. خلينا نقيسهم على ايدك هنا بس ولنوا شوي على الكف تيبين. وباي ذا واي هول يلي معمولين من حبل اكيد هن ادجستبل، يعني فينا نوسع ونصغر قد ما بدنا. نايس، شدتيها كثير. اوف والله تنشد كثير، تنشد. ايه يعني لكل السايزات اكيد مزبوط. ليك شو حلوه، وفيك تحطي هلا اذا بدي افتحها بدنا نقعد ساعه على كثير. فيري نايس، اذا بتحبي تحطيها هلا لمعتها مزبوط او مع ساعه، او مع ساعه اكيد كثير مهضومين. فيري نايس، لاف ات. بنرجع ميرسي رولا، تفضلي. خنقتك فيها؟ نو. ما في شيء، ما في اكسسوار بيخنقوا بين مرأة او بنت ابدا. صح. بنرجع بنحكي عن هول الاثنين يلي كثير حلو ينلبسوا ام سوا ام كل وحده وحده. هول عكس بعضهم من جوا، من برا نفس الشيء، حبل تركواز يلي فوق في دويره، دويرتين زركونيوم بس يلي ضارب شوي على ذهب الروز، ومن جوا تركواز مع نقطه كمان زركونيوم بالنص. وهيدي الريفرنس تبعها هو C5 حقها 250. يلي تحتها العكس تمام تبعها، يعني من برا تركواز ومن جوا زركونيوم بس اصفر، الذهب اصفر،
يعني هون عنا خليط ذهب على روز وذهب على أصفر مع لعب بألوان التركواز. والتحتانية الرفرنس هي C6 وكمان 250، فإذا C5 فوق C6 تحت وكل وحدة 250. آخر شيء نحكي عن هاي يلي لون هي غريبة، لونه غريب وفريش لذيذ اكيد. حلو كثير للصيف هيدا، مزبوط حلو للصيف وعم بيعطي افيه للحبوب، يعني لانه حاطين لون برا عم بيبين عم بيعطي ان ريليف لحبوب اكثر. هيدي بتجي جراي بيرل بشكل سمكه، من برا زركونيوم بس على ذهب ابيض وجراي بيرل من جوا مع نقطة عينها هي نقطة تركواز. وهيدي الريفرنس تبعها هو D1 وحقها $165، فإذا D1 و165 دولار، وكلهم ادجستبل مع هيك جلل صغار مهضومين كتير بلافة. اوكي، فاذا هول كانوا السيري تبع الاساور. برجع بقول انه هول شغلهم من بشغل امريكا، من امريكا 18 كارت جولد، كاستم ميد يعني على الطلب، وهاند ميد شغل ايد. هول بس بنشوفون عبر عالم الصباح، عالم الصباح وعلى العنوان اللي عم يقطع على الشاشه والارقام اكيد. ثانك يو لك دومينيك، يعطيك العافيه. بنتوقف على فاصل اعلاني، من بعدها تنضم لنا كاتيا بوقتها.